تخافش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. عندما تصبح القيمة والسلوك الرياضي والقيم الرياضية هي الهاجس الذي يتحدى الرياضة في مصر. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 564 من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة تأتي في موعد مهم جدا، أعتقد الهاجس على الروح الرياضية دلوقتي هو ده الموضوع الرئيسي. يعني تخيل أنت، أنت رايح تلعب أنت والزمالك في ماتشات حاسمة، ها؟ ومش هي الطبق الرئيسي على مائدة الرياضة المصرية، إنما اللجنة الأولمبية الدولية، الإجراءات، كل الناس بيتكلم هو بيحصل إيه في الرياضة في مصر. الجميع التفت لأنه آن الأوان لضبط الأداء والسلوك الرياضي لما فيه صالح الوطن وصالح المواطن وصالح الرياضة في مصر وصالح حتى الإيمج بتاعنا. عشان كده دي حلقة فيها الكثير من الموضوعات المهمة، هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا، وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء. الغربال، وهل جزاء الاحترام غير الاحترام؟ بعظمة لسانه، نجم الوداد التاريخي يشجع الأهلي. وفي الشموع الحمراء، عبد الوهاب سليم الثالوث الغالي. أسرار الملك بوجا النسر المحلق. وأخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة، باشمهندس، يمكن النهاردة لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية يصعد فريقين أو فريقان، علشان ما تعدليش، في تاريخ الكرة المصرية ضيوف جداد على المسابقة. شفنا البنك الاهلي من كام يوم، النهارده السيراميكا كليوباترا، وسبقهم طبعا عوده غزل المحله العتيد بطل الدوري موسم 73-74 بدلا من الثالوث اللي هبط حرس الحدود وطنطا واف سي. ربما يكون غزل المحله هو احد الانديه الشعبيه القليله جدا التي نجت من كابوس الهبوط. احنا بنشوف الاولمبي، شوف الترسانه، شوف المنصوره، يهبط الاولمبي، شوف البلديه، الترسانه للدرجه الثالثه، تخيل، شوف البلديه. فغل محله لدي مقومات الحقيقه، يعني الغربيه لابد كلها ممثل. اذا كان الطنطا هتنزل يبقى غل محله يطلع. كفر الزيات، عقبال كفر الزيات. كفر الزيات ده مشكله تانية، لان اصل انت الرياضه ده موضوع كبير. الرياضة عايزة إرادة وتكلفة ورغبة حقيقية في أنك أنت إنما أنت قلت بقى البنك الأهلي هو أحد أعرق أندية الدرجة الثانية، يعني هو العمدة بتاعت أندية الدرجة الثانية. من زمان وهو في الدرجة الثانية، ومن زمان وهو يحاول الصعود. ألف مبروك. وأعتقد أندية البنوك والحاجات دي هي عندها القدرات انها تقدر انا يعني سعدت ان النهارده اقرا في الاهرام ان غزل المحله بصدد تاسيس شركه مساهمه. لابد، وهو عندهم القدره، عندهم بص مفيش نادي لا يملك فرصه التحول. لا يعني كل حد عنده حاجات تقدر تجيب له فلوس مختلفه. سيراميكا كليوباترا ده طبعا قفزات سريعه جدا، واستطاع ان يثبت وجوده، وايضا هو نادي طالع بامكاناته يعني. تمام. طيب برضه هارد لك للثلاثة اللي هبطوا، انما لازم اف سي وحرس الحدود. لازم نبارك لاسوان. انا بصراحه طبعا صحيح. طيب الممتاز يعني. خلونا كمان لا يفوتنا ان ننعي للجماهير العاشقه للفن، مش بس الرياضه، للفن عموما، رحيل الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين. فقدت أسرة الفن المصري، وفقد الأداء حتى الحضاري والإنساني، واحدا من فرسان الفن المصري،
واصحاب القوى الناعمه الكبيره في تاريخ السينما المصريه الحقيقه. كنتش اعرف انه محمود ياسين له علاقه بالكوره ولا له علاقه بالنادي الاهلي، حتى نعاه اليوم الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط لكره القدم بالنادي الاهلي، نعاه في تويتر الحقيقه مؤثره جدا في تويتر. قال الكابتن محسن صالح بعد ما حط صوره له مع الاستاذ محمود ياسين وهم في ريعان الشباب، قال: كنا صغارا وهواياتنا القراءه والرياضه والفن، كان يحضر لمشاهدتي في مباريات الحواري واشبال المصري، وكنت اذهب لمشاهدته في مسرح نادي العمال ببورسعيد، انتقلت للاهلي وهو الى السينما، كنت احضر بروفاته وكان يحضر تدريباتي، وزهد الاضواء واكتفى الوداع فتى الشاشه محمود ياسين عاشق الفن والاهلي. احد يعني علامات الاحترام، يعني شيء جميل ان الانسان مشواره كله تجد كلمه ممكن تلخصه، الاحترام. تشعر دائما بالوقار والاحترام في مسيره هذا الفنان رحمه الله عليه، كان رائعا. ده كان ابرز ما لدينا في حلقه مهمه الحقيقه هتروحوا فيها المغرب كتير، لكن نبدا في البدايه. مقالي وما قالوا، وموعدنا مع وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء. القصة يا باشمهندس، بعد شكوى النادي الأهلي من أحد البرامج على قنوات تن التلفزيونية، بعد ما النادي تقدم بشكوى، رد رئيس قناة تن الأستاذ نشأت الديهي، وهو إعلامي له مكانته وله قيمته، بإجراءات أكد فيها على الاحترام الشديد للنادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، بس كمان زاد على هذا الأستاذ نشأت الديهي، وهو بالمناسبة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني واحد من المسؤولين عن ضبط الأداء ومحاسبة كل الخروقات التي تحدث. كتب الأستاذ نشأت الديهي في مقالة في الجمهورية: حتى لا يخطئ العقلاء. طب ممكن أقف عند العنوان ده؟ عشان أنت خدته في اقتباس، وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء. لا، أنا متحيز لهذا العنوان لأنه بيروح لأبعد من أنك حد يخطئ في العقلاء. هو عايز يقول ما تضغطوش على العقلاء لأنهم ما توصلهمش أنهم يغلطوا، يعني حتى لا يخطئ العقلاء بالراحة، يعني زي قلت اتقي شر الحليم. طيب خليني أقرأ نشأت الديهي ألف الجمهورية واسأل المهندس عدلي. قال: أحب الأهلي وأحترم الزمالك وأشجع المنتخب، هذه هي خلاصة علاقتي بكرة القدم، تلك اللعبة الشعبية الأولى في العالم التي بات الاهتمام بها يتخطى كونها مجرد لعبة، إنها أكبر وأهم وأخطر من ذلك بكثير، فالأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه اللعبة أصبحت محل بحوث ودراسات عديدة، فنتائج المباريات وإحراز الأهداف وسلوك المشاهير هي التي تخلق الحالة المزاجية للجماهير، من هنا تأتي أهمية الإدارة في الأنشطة الكروية والرياضية، فالإدارة الحكيمة والرشيدة قادرة على ضبط المشهد الرياضي وحوكمته. لكن سطر مهم جدا. سطر مهم جدا. اقراه من تاني. الإدارة الإدارة قادرة على ضبط الرشيدة والحكيمة. بالظبط، قادرة على ضبط المشهد الرياضي وحوكمته. بيقول كمان: لكن مهما كانت الإدارة قوية ورشيدة، فإن الإعلام الرياضي يظل فاعلا غير مجهول. وللأسف الشديد فإن الكثير من القائمين عليه لا يقدرون أهميته ولا يعطونه ما يستحق من اهتمام، فالإعلام الرياضي الذي يقوم في الأساس على أسماء بعض نجوم الكرة السابقين يحتاج إلى بوصلة تحدد الاتجاهات المتداخلة بين الرياضة والسياسة والاقتصاد والأمن القومي. إن كلمة غير منضبطة أو خبرا غير صحيح أو تحليلا غير موضوعي قد يشعل أزمات بين الجماهير، ومعلوم أن من يشعل حريقا ولا يملك أدوات الإطفاء مجنون في ذلك، مجنون في كل كتاب. حفظ الله مصر، وأتمنى التوفيق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مواجهاتهما الأفريقية القادمة، حتى لا يخطئ العقلاء. كلام في منتهى الأهمية، ولما يأتي من عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبقى له دلالة مهمة جدا. هو قال إيه هنا؟ أنا حسيت من الإعلان، من العنوان، هو عايز يوصل لإيه؟ قال لك إن الإدارة الحكيمة العاقلة المسؤولة
قادرة على ضبط المشهد، ولكن الإعلام الرياضي والإعلام الرياضي مش معناها الصحفي والإعلامي وإنما كل من يكتب ويصل رأيه إلى الجمهور. الجمهور ده إعلام. يعني أنت ممكن تبقى عضو مجلس إدارة أو رجل شخصية عامة، ولكن كلمتك لما بتتقال الناس بتتابعها، تبقى إعلام. السوشيال ميديا ما هو إعلام. هذا الإعلام إذا لم ينحاز لهذه الضوابط والقرارات المنضبطة وضغط عليها بأخبار يعني تنطوي على إساءات مستمرة، قد يفقد العاقل عقله، وهنا تصبح المسألة خطر. فأنا بحييه على هذه المقالة، لأن فيها عمق وفيها فلسفة وفيها دعوة إلى التأمل في المشهد العام، ودعوة كمان إلى كباتن الكرة الكبار اللي بيمتهنوا الإعلام إلى ضرورة فعلا مراعاة حاجات كتيرة قوي متكلم عن دي، مش بهذه السهولة، مش بهذا الاستسهال والاستخفاف في أداء الرسالة الإعلامية. لكن لماذا قلنا وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء؟ إيه القصة؟ القصة إن أنا لما أجي حاكم وحاسب ألاقي الناس بتروح دايما وأبدا لربط كل الأمور بحزمة واحدة، فجأة يتقال لك قنوات الأندية، الحقوا أصله مطلوب ضبط الأداء في قنوات الأندية، مطلوب محاسبة قنوات الأندية، في نوع من التخفي عن حاجة وراء حاجة عن حاجة. أنت عايز تقول قناة الأهلي أخطأت يبقى تتحدد قناة الأهلي أخطأت، بالظبط الخطأ، قناة الزمالك أخطأت يبقى قناة الزمالك أخطأت، لازم. لكن أنت عايز تدين حاجة مهمة، يعني أكمل الجملة، أنت عايز تدين حاجة فلازم تدين الطرف الثاني يا باشمهندس. لا ما هو أنا مش دي بقى أخطر حاجة. شاور على الخطأ وشاور على المخطئ، بالظبط حدده. إنما التعميم مش عايزين بقى التراشق، مش عايزين بقى مش عارف إيه، لا قول ده عمل إيه، الجهة التانية عملت حاجة، قول عملت ايه، وده يتحاسب وده يتحاسب، اللي ما اخطأش ما يتحاسبش. انما مش تبقى العملية ان احنا يعني وكأننا نخشى ان احنا نشاور على الخطأ لحد يتهمنا بالتحايل، انت ابيض واحمر. لا ما هو كده انت كده على فكرة مش حل... تعميم المشهد ما بتشاورش على الخطأ، بالزبط. انت كده بتخلي الخطأ يدفن، بالزبط. انما شاور على الخطأ والمخطئ. عارف ده بيفكرني بحاجه، السنه اللي فاتت المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فجاه قال لك توجيه انذار لرئيسي تحرير مجلتي الاهلي والزمالك، فمجله الاهلي ما كانتش ارتكبت حاجه، فانا بعت جواب بطلب التحقيق معايا بشكل واضح في جواب راح للاستاذ احمد سليم، كان وقتها الامين العام للمجلس الاعلى، وكتب حتى اليوم السابع وكل المواقع المهمه كتبت ان انا بطلب التحقيق معايا شخصيا في الانذار الموجه الينا عن ذي حق، عن ايه بقى؟ عن غير ذي حق. فروحت للاستاذ مكرم محمد احمد ربنا يديله الصحه وطوله العمر، والاستاذ فهمي عمر استاذنا الكبير، في وجود كل الزملاء اعضاء لجنه ضبط الاداء الاعلامي الاجلاء، قلت لهم يا جماعه ده فكر لجنه المسابقات، باجل ماتش للاهلي فلازم اجل ماتش للزمالك، اغير ملعب فلازم اغير ملعب، معين حاسبني عليه، استحق ان شكري معين بدون الربط بالاخر، الطرف الاخر يستحق الشكر او يستحق اللوم شاور عليه لوحده. احنا دلوقتي بعد ما كنا بنستخبى في حته مجلتي الناديين بقت قنوات الناديين او قنوات الانديه، واخد بالك؟ فلعل الاستاذ نشأت الديه واحد من اعضاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في تشكيله الجديد اللي اليوم هو كل هو التمنيات بالتوفيق. اصل الاستاذ نشأت الديه وهو صاحب يعني رئيس قناة والبرامج تنوعت، ما بقاش قنوات الناديين. ما هو انت ممكن يبقى قنوات الناديين هي المسألة الواضحة الصريحة، ده أهلي وده زمالك، لكن البرامج المتبعترة أو المتناثرة على القنوات الأخرى أخطر، اللي فيها انتماءات واضحة. صحيح. يعني انت لما تبقى انت راجل رئيس تحرير أو مقدم برنامج وضيوفك عمالين بيترصدوا نادي بعينه، طب ما هو انت كده ما تقولش قنوات الناديين بقى، ده الليله وسعت برامج متخفيه اكتر، ده وبقى تاثيرها اشد خطوره لانه ينظر اليها كانها محايده، لكن هي في الحقيقه لا، توجهها بيترصد بعد شويه من انك انت مش بعد شويه الحاجه سريعا تراكم الاتجاه
بيبقى واضح وباين جدا. فالمسألة محتاجة جدا ان احنا نتوقف امام هذه المقال ونستفيد منه. عموما ده كان تعليقنا على المقالة الرائعة للأستاذ نشأت الديه وعلى موقفه الجاد الحقيقة في محاسبة كل مخطي ومحاولة ضبط الأداء الإعلامي في بوصلة تتجه نحو المصلحة العامة. هذا كان كل ما في مقالي، ولكن هناك كلام كثير في الغربال، وهل جزاء الاحترام غير الاحترام؟ فاكرين حضراتكم لما الوداد البيضاوي المغربي أبدى رغبة للكاف بتأجيل مباراته مع الأهلي، والكاف فكر أيضا في تأجيل مباراة الرجاء والزمالك ثم مباراة الكونفدرالية، وعملوا فيديو كونفرنس بين أطراف الأندية كلها. النادي الأهلي وقتها وكان يستطيع أن هو يستغل الظرف الطارئ الصعب اللي الوداد بيمر بيه. كان الإخوة في المغرب عندهم مشاكل كتيرة في انتشار فيروس كورونا، في عدد كبير من اللاعبين مصاب ومبعد عن المشاركات، لكن وقتها النادي الأهلي انحاز للمصلحة الإنسانية وصوت مع الأشقاء في المغرب على وجوب تأجيل هذه المباريات. البعض انتقد موقف الأهلي ساعتها، لكن كان موقف إدارة النادي الأهلي واضح وصريح، والكابتن حتى محمود الخطيب علق على ده إن احنا لا مش هنفضل نقول إن احنا أشقاء، ولما تيجي اللحظة المهمة جدا ألاقيني بستغل الظرف الصعب اللي عندك. هو دي حتى يعني أشقاء وكل حاجة، ولو مش أشقاء طب استغلال موقف عشان يديني ميزة، ها؟ ده موقف إنساني. أنا مش مش هو مش بيأجل عشان عنده إصابات وأنا عندي إصابات ونشوف إصاباته أكتر فنطلع، لا ده موقف إنساني مرض يجتاح العالم. لا، لما يكون في ظاهرة معينة واقتضت الضرورة، يعني مع يعني مع الفارق ولكن المعنى واحد. لما وقعت طيارة بتاعت مانشستر يونايتد أو أظن تنزانيا في زامبيا، أنا لو أنا نادي وطلب مني أجل الماتش لازم أوافق. محمد رشوان ضرب المثل التاريخي، يعني هو بيواجه بطل اليابان. طب ما رشوان لو كان خد الميداليه كان العالم نسيه. لكن النهارده خد ميداليه الإنسانية. كل ما تيجي مناسبه يتشاور عليه في الروح الرياضيه. هذا هو رشوان. من اجل هذه المواقف طول عمره واليابانيين احبوه واحترموه، بالنسبه لهم ايقونه، وتزوج يابانيه ولا زال علاقته وطيده بيه. اذا ده المعنى، ان وهل جزاء الاحترام الا الاحترام؟ عشان كده هذا الجزاء ملموس دلوقتي جدا في الدار البيضاء. بعثة النادي الأهلي تلقى من الحفاوة والاحترام والتقدير، اللي هي فعلا بتتكلم على انه التسهيلات المتاحة، العلاقة الطيبة جدا، الترحيب الشديد، ذلل كل حاجة. حتى كان ممكن انت بتتكلم على مباراة في السيمي فاينال الافريقي، ومع هذا رئيس النادي رئيس نادي الوداد حريص على انه يعزم البعثة في منزله. الكابتن خطيب يعني طبعا قال له اللعيبة والجهاز مش هيقدروا، فربما الإدارة أو القيادة الإدارية للبعثة طبعا مدحت تلبي الدعوة لرئيس نادي الوداد الشقيق اللي الحقيقة بيستقبله كابتن خطيب والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد شاوي رئيس اللجنة الطبية المرافق للبعثة، نظرا للظرف الصحي اللي بيحيط المباراة بفعل كورونا، باهتمام وترحاب شديد جدا. هو ده الاحترام، وهو ده مردود الاحترام من المحترمين على ناس قدمت الاحترام بداية. نتمنى انه هذا السلوك يسود بين كل المشاركات. دي لحظات يمكن او لقطات من البعثة المصرية في او بعثة النادي الاهلي في فندق الاقامة. بكرة الجمعة بمناسبة افريقيا، بكرة الجمعة ان شاء الله في المغرب يا باشمهندس في الدار البيضاء، الاتحاد الافريقي هيعمل قرعة لتحديد المباراة النهائية. الأهلي والوداد يوم السبت، الزمالك والرجاء يوم الأحد. طيب في ثلاث احتمالات، هو بكره هيعمل المباراه الفاينل، الأهلي والوداد السبت والزمالك والرجاء الأحد. والرجاء الأحد هنا بكره هتتعمل قرعه، كوره هيتكتب فيها مصر وكوره هيتكتب فيها المغرب، ما هي كده، وحضور مندوبي الانديه الاربعه هيتم سحب مصر ولا المغرب. ليه مصر وليه المغرب؟ في ثلاث احتمالات. في احتمال ان شاء الله تعالى يفوز الاهلي ويفوز الزمالك فيبقى النهائي في مصر، مباراه واحده القاهره تستضيف المباراه النهائيه فخلصت. ممكن يفوز الوداد ويفوز الرجاء
خلصت برضه. خلصت، يبقى الدار البيضاء هتستضيف المباراه هناك. طب حصل ميكس، الاهلي لعب الرجاء او الزمالك يلعب الوداد، يتلعبوا فين؟ المباراه النهائيه مبدئيا لاول مره في تاريخ البطوله هتبقى من مباراه واحده. بس في الحاله دي تتلعب فين؟ تتلعب في اللي هيكسب القرعه بكره. لو حصل نهائي دولة فريق من هنا وفريق من دولة من الدولة التانية، يبقى اللي هيكسب القرعة بكرة هو اللي هيستضيف النهائي في حال هذا الميكس. يعني أنا برضه كنت أفضل إن لازم تبقى في يعني يبقى في دولة محايدة. دي برضه كواليس إقامة بعثة الأهلي. الإعداد كان بيحاول يقول لنا حاجة. طيب. مين الحكام بقى؟ لأنه قضية اختيار الحكام قضية شائكة جدا، وشفنا الفترة اللي فاتت فيكتور جوميز اتقال وبكاري جسامة اتقال والناس كلها قلقت. الاتحاد الأفريقي الحكام دلوقتي في القاهرة، حكام نصف النهائي موجودين في القاهرة، هم مين؟ محدش يعرف. ليه؟ الكاف عمل دورة تدريبية للحكام، جاب 30 حكم في القاهرة في القاهرة في دورة تدريبية، هيختار منهم طاقم التحكيم بالفيديو اللي هيدير مباراة الأهلي والوداد، وطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة الزمالك والرجاء، وطاقم التحكيم اللي هيدير مباراة بيراميدز وهافيا كوناكري الغيني، ودي يوم 20، وحسنية نهضة برجان، وحسنية أغادير في الكونفدرالية. الأربع أو الخمس مباريات بالكامل حكامهم هيسافروا من القاهرة على المغرب مباشرة. حتى الآن أطراف المباريات ما عرفوش مين الحكام اللي هيسافروا من هنا للدار البيضاء لإدارة هذه المباريات. نتمنى كل التوفيق للتحكيم الأفريقي في إنه يختار حكام يقدروا فعلا يفرضوا العدالة في هذه الأدوار المهمة. الاهتمام الإعلامي والصحفي بالمباريات بمواجهة الأهلي مع الوداد هنقولها لكم سريعا ونشوف تعليق المهندس عدل عليها. الأهلي أيام التحدي، موسيماني للاعبين، لا أخشى النقص في لقاء الوداد وأراهن على الجوكر. الجوكر طبعا اللاعب اللي هيقدر يلعب له في كذا مركز، يمكن عنده هو الميزة ديت، ثلاث أربع لعيبة تقدر تعمل الكلام ده، فدي اللي بيحل بيهم المشكلة في غياب العدد الكبير من اللعيبة. الأهلي يخطط لصدمة الوداد، موسيماني يطالب الفريق بالفوز في المغرب، واللاعبون يعيدون بسيناريو 2016. موسيماني يشهر سيفه في مطار المغرب، المدير الفني يؤكد الأهلي جاء من أجل الفوز على الوداد. جاموندي المدير الفني الأرجنتيني للوداد بيرد، فريق جاهز لموقعة السبت ولدينا خبرة كبيرة في أفريقيا. أيضا موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي، والمدير الفني يطالب بالابتعاد عن السوشيال ميديا. لو نجح في هذه خارج الحسابات، لو نجح في هذا يبقى كتر خيره. طيب بمناسبة السوشيال ميديا ومن خلال ملك وكتابة، أنت كمشجع أهلاوي عايز تقول للعيبة الأهلي، عايز تحفز لعيبة الأهلي إزاي؟ عايز تعبر عن رأيك في المباراة إزاي؟ خدمة منا في هذه المباراة المهمة من خلال ملك وكتابة. تقدروا حضراتكم تدخلوا على صفحة قناة الأهلي على السوشيال ميديا سواء في الفيسبوك أو على تويتر، اكتب رسالتك المختصرة للاعيبة الأهلي وهتشوف رسالتك على شاشة قناة الأهلي بعد قليل تباعا في تفاعل مهم جدا بين جماهير الأهلي مع نجوم الأهلي في هذه المباراة الكبيرة والمهمة. قول رسالتك للاعيبة الأهلي. أيضا معنويات مرتفعة، الأهلي مرتاح في المغرب وموسيماني يجهز أوراقه للوداد. تركيز وشحن في فندق الأحمر، الأهلي يشدد على الشروط الاحترازية ودي نقطة مهمة جدا، وموسيماني يجهز خطة هجومية. الشروط الاحترازية انتوا عارفين بسبب فيروس كورونا ربنا يحفظنا جميعا، الجانب المغربي ومسؤول وزارة الصحة في المغرب، انت مش هتدخل من مطار كازابلانكا إلا لما يتم التحليل وأخذ المسحة والتأكد من السلامة الصحية. هو عملنا مسحة قبل السفر ومسحة بعد الوصول، فعملها في المطار. يعني أنت ما تختملكش دخول إلا بعد التأكد من السلامة. والحمد لله بعثة الأهلي وبعثة الزمالك وبعثة بيراميدز اللي لحقت أيضا بيهم النهاردة، كل البعثات المصرية الثلاثة صدفة غريبة لله أوي، ثلاث فرق مغرب في المغرب.
قبل مواجهة الوداد المرتقبة، الأهلي بقوته الضاربة في المغرب، الصفوف اكتملت بمشاركة معلول وجيرالدو، الاثنين كانوا مع منتخب بلديهما. موسيماني يستقر اليوم على تشكيل الأهلي أمام الوداد. المدير الفني يدرس تأمين وسط الملعب بثلاثة لاعبين، أيمن أشرف وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، مروان يقترب من قيادة الهجوم على حساب اليوباجي. يعني بس أنا عايز أقول ديفندر ده محتملة. هو مين قال الكلام ده؟ يعني هو احنا بنتطوع ندي معلومات عن نفسنا للفريق المنافس؟ يعني هو مين، هو في معقولة مدرب هيطلع يقول لك أنا هعمل وفلان وفلان وفلان؟ يعني عايزين نبطل يعني طريقة إن احنا الإيحاء بالعلم بباطل الأمور في حاجات مش منطقية. لا يمكن راجل يفرض السرية على التدريب إن نطلع نقول الكلام. عايزين تشوفوا السرية؟ طب تعالوا نسافر الدار البيضاء كده، لا تأشيرة ولا طيارة، هناخدكم على الدار البيضاء دلوقتي عشان تشوفوا تحرك بعثة الأهلي وهي رايحة ملعب التدريب. ملعب التدريب بالمناسبة اسمه كهرما كاليفورنيا البيضاء. ده سفر تحرك أداء الفريق للمران وهو متحرك نحو ملعب التدريب. قلت لكم الملعب اسمه كهرما كاليفورنيا البيضاء. اسم غريب أو محدش شرحه لنا يعني. لا كهرباء ولا ماء. ممكن يكون كاليفورنيا البيضاء ديت يعني حاجة من ولاية كاليفورنيا، والبيضاء اللي هي الدار البيضاء المغرب. أيوة. كاليفورنيا. كاليفورنيا. كهرما كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ كهرباء كاليفورنيا دي حاجه ليها معنى. زي ما هي زي الوداد يا جماعه، الوداد بسبب فيلم ام كلثوم، القصه التاريخيه اللي الناس عارفاها، الاب جيكو المناضل المغربي الكبير وهم مجتمعين علشان اللجنه التاسيسيه اللي هتختار اسم للنادي الجديد، احد الاعضاء البارزين منهم كان متاخر. فانت متاخر ليه؟ متاخر ليه؟ قال لهم كنت بتفرج على وداد، وبدا يحكي لهم على فيلم وداد بتاع ام كلثوم. فجأة في البناية اللي جنبيهم طلعت زغروتة، كان في فرح، فاستبشروا بالاسم، قال لك بس الوداد، هو الوداد. فتسمى اسم الوداد اللي الأهلي هيلعبه يوم السبت على الفيلم التاريخي لأم كلثوم. شفتوا حضراتكم هذا التحرك المحاط بالسرية؟ عشان كده المهندس عدلي هو بيقول لك هي الناس متطوعة ان تطلع معلومات او اجتهادات، لانه ما اعتقدش موسيماني هيلعب او هيفكر من دلوقتي يعني. اذا كان هو بقى مسلط ناس تقول كلام غير اللي هيعمله يعني. تفتكر؟ طيب موسيماني يستقر اليوم على التشكيل، قلت لحضراتكم. وموسيماني للاعبين المنافس خبير بالمواجهات الافريقيه، ولا تنخدعوا بخسارته للدوري. في اشاره على انه الوداد اذا كان خسر الدوري فهو اسد جريح عايز يعوض. ده خسر في دقيقتين يا استاذ ابراهيم. حد يقدر يقول انه خسره؟ طيب في اهتمامات بقى كبار النقاد بهذه المواجهة وما سبقها، لأنه الحقيقة الأهلي مسافر بعد مباراة بيراميدز والزمالك أيضا والوداد والرجاء. الأربع أندية أدوا مبارياتهم المحلية في بلادهم على أكمل وجه وبكل الاستعداد. كتب الأستاذ حسن مستكاوي في الشروق كيف لعب الأهلي والزمالك قبل مباراتي أفريقيا، وأفاض في ملاحظاته على أداء الفرقتين في المباراتين، وايضا على الظروف اللي احاطت كل فريق في ظل الاصابات. لكن قال في النهايه من مظهر تجربه الاهلي امام بيراميدز لمباراه الوداد تحييد عبد الله السعيد واخراج جون انتوي من اللقاء، وساعده خطا تشاتشن بنقل فاروق الى محمد فاروق الى الجانب الايسر والدفع بابراهيم حسن، فكسب ابراهيم وخسر فاروق. لكن اتوقف هنا امام مدرب الاهلي موسيماني الذي لعب مباراة تستحق أن تسمى بروفة حية لفريق الوداد حسب ظني، وربما أكون على خطأ، ويبقى هنا أن اللعب من أجل البطولة الأفريقية يحتاج إلى كل أسلحة الكرة الجديدة، من ضغط عال وضغط دفاعي في ملعبك وتعاون جماعي في كل شبر في الملعب، تضييق المسافات بين خطوط الفريق وبين الزملاء، وتضييق المساحات أمام خطوط المنافس ولاعبيه، ومواجهة الكرات العرضية المغربية الخطيرة بوأدها قبل أن تلعب وترسل، وهي مسؤولية الظاهرين بالدرجة الأولى. ما أعرفش قبل ما تتلعب إزاي، ما هي كلها تبقى ضربات حرة، فبالتالي مصادر الخطورة المغربية المعتادة أو في شمال إفريقيا الضربات الثابتة الجانبية سواء ضربات ركنية. يعني قبل ما تلعب يعني ما تعملش فاول في الحتة دي، وما تطلعش كورنر. حاول بقدر الإمكان. يعني إذا كان يعني أنت فريق بيمتاز بالضربات الثابتة يبقى خلي بالنا في المناطق دي.
عموما مؤكد انه خبره موسيماني يا باشمهندس قابل الوداد قبل مباراه السبت 10 مرات، دي المباراه ال 11. كسب 3 واتغلب 3 وتعادل 4. طيب درون يعني. فبالتالي عنده درايه كافيه جدا باداء الوداد ملعبه السنه دي في البطوله بتاعت السنه دي اللي جه منها على الاهلي. صن داونز تصدر مجموعته والوداد الثاني، وعلى فكره موسيماني تسبب ان الوداد يغير مدربه، لانه لما قابله كان معاهم دي صبر، صن داونز تغلب عليه فغيروا المدير الفني الفرنسي وجابوا جريدو. برضه مشوا جريدو وجابوا جريدو ومشوا الوداد غير اربع مدربين السنه دي. ده الاستاذ حسن المستكاوي. ما ينفعش مباراة الاهلي وبيراميدز بكل ما فيها من درس يا باشمهندس في الروح الرياضيه والتنافس الشريف يعدي من غير ما واحد كبير زي الاستاذ عصام عبد المنعم يقول رايه. قال الكابتن عصام في الاهرام النهارده: ليس غريبا ان يلعب الاهلي بشرف ونزاهه امام بيراميدز ويتعادل معه سلبيا رغم طرد احد لاعبي الاهلي دون النظر لان خسارته هذه المباراه لا تؤثر على احتفاظه باللقب، ولكنها تضر بموقف الزمالك منافسه التقليدي من البطوله القاريه، وهذه هي مبادئ الاهلي التي يعرفها الجميع ويقدرونها. اقول ان هذا ليس غريبا لكنه امر يدعو للاحترام والتقدير. مؤكد مش الاهلي بس، اي نادي لازم يلعب من اجل اعلاء قيمه الفير بلاي. فير بلاي يعني ايه؟ لا اتراخى. العب كل ماتشاتي بصرف النظر مين اللي هيستفيد ومين اللي هيضار، لكن هي كده القتال بنزاهه وشرف. طيب الدار البيضاء او كازابلانكا، كازابلانكا دي بالاسباني معناها الدار البيضاء او المدينه البيضاء، والاسم جاي لانه برتغاليين قبل كده اطلقوا عليه الاسم نظرا لانه في بعض المباني على المحيط الاطلسي بيضاء كلها كانت واخده الواجهه البيضاء، فتسمت كازابلانكا اللي هي المدينة البيضاء، وطبعا هي العاصمة الاقتصادية للمغرب لأن هي دي مدينة التجارة والاقتصاد والمال، وتصنف إنها ثالث أكبر المدن الأفريقية بعد القاهرة وليجوس النيجيرية. الدار البيضاء مدينة كبيرة جدا فيها الوداد وفيها الرجاء، يعني الاثنين موجودين في الوداد في الدار البيضاء مش في العاصمة الرباط. مدينة كبيرة عريقة جدا فيها هذه الأندية الكبيرة، لكن فيها هذه الحفاوة الكبيرة بالأهلي ووجوده في ضيافة الوداد والاحترام أيضا للزمالك والبيراميدز والفرق المصرية اللي موجودة. شوف المغاربة بشكل عام طول عمرهم يحبوا جدا جدا المصريين، وانت قلت اهو الوداد مسمى من فيلم الوداد أم كلثوم لأنهم عاشقين للفنون المصرية والرموز المصرية. صحيح. المغرب بلد متنوعة، كل بلد فيها ليها طعم. صحيح. الرباط حمراء، الكازابلانكا مش عارف ايه، طنجة من اجمل بلاد الناس بتروحها على الجبل. المغرب بلد بنكهة عريقة جدا وطعمه مختلف. طيب هنطلع لفاصل، وفي الفاصل انتوا هتشوفوا دلوقتي قبل ما تطلعوا فاصل قلنا لكم ازاي او عايزين توجهوا رسالتكم ايه للاعيبة الاهلي وهم موجودين دلوقتي في الدار البيضاء بيستعدوا لمباراة الوداد، ايه اللي تقولوا للاعيبه الاهلي في هذه المباراه؟ تفاعلاتكم هتشوفوها على الشاشه تباعا، ونطلع منها لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. وصلت حافلة الأهلي الحمد لله إلى ملعب التدريب، الآن بيؤدي المران المهم جدا، المران اللي هيمثل المراجعة النهائية. مؤكد إن موسيماني مسافر من هنا والدنيا خلصانة في دماغه. الشكل اللي هيلعب بيه، الرسم التكتيكي اللي هينفذه، قرايته للوداد، يمكن طلب كل البيانات والسيديهات الخاصة بالوداد المغربي. وده جانب من لقطات من ملعب المباراة. حاليا ملعب تدريب الاهلي كهربا بس كهربا مصاب. كهربا مين بيتمرنش في كهربا؟ انما مؤكد ان بيتسو موسيماني يا باشمهندس حاسم اموره كلها. يعني شوف انا يعني لو سالتني انا انا غير مهتم بكل الكلام ده خالص، لا يعنيني انا. مالي، اعمل اللي انت عايزه، انا عايز اشوفك في الملعب. هتقول لي يستعد بجديه، هتقول لي روح معنويه عاليه، هتقول لي ولا لي، هتقول لي جاموندي بيقول، جاموندي بيعيد، موسيماني بيقول. انا كل اللي يعنيني يوم السبت شكلنا هيبقى عامل ازاي. بس طيب بيتسو موسيماني عارفينه، بقول لكم قابل الوداد 10 مرات ودي ال11. اللي هينافسه مين بقى؟ جاموندي الارجنتيني. بصوا نتيجة النظام المنضبط في الدوري المغربي دي أهم حاجة. الدوري المغربي يا جماعة بتديره رابطة محترفة، اللي نفسنا ومون عنينا، وياريت وزارة الشباب والرياضة، لأن أنا النهاردة قريت خبر مهم أنه الأستاذ عمرو الجنايني واتحاد الكرة بعتوا لوزير الشباب والرياضة عشان ياخدوا موافقة على إشهار رابطة الأندية المحترفة. حتى الآن الطلب من أول أكتوبر مركون في الوزارة. أنا كل اللي يهمني الرابطة دي هيبقى اختصاصها إيه؟ توصيات ولا قرارات؟ لا قرارات، هي هتاخد الجزء الاقتصادي ولا مش هتاخد الجزء الاقتصادي؟ هتاخد كل ما يتعلق بالمسابقة. أنا بقول لكم ده بمناسبة المغرب. ليه؟ اللي المغرب فيه دلوقتي إن عندها الرجاء والوداد بيلعبوا سيمي فاينل دوري الأبطال، ونهضة بركان وحسنية أغادير الاثنين في السيمي فاينل في الكونفدرالية. المغرب الأولى دلوقتي في التصنيف دول القارة. تعرف ال 12 دولة الأولى من ال 54 اللي في الاتحاد الأفريقي، ال 12 دولة الأولى دول اللي بيشاركوا بمقعدين في دوري الأبطال وفي الكونفدرالية. المغرب رقم واحد في هذا التصنيف. ليه واحنا ما احنا عندنا برضه نفس الشيء؟ ما أنت التاني، مصر التاني، بس في الخمس سنين الأخيرة نتائجهم كلها سبقاك. فبالتالي عندهم أربع أندية في السيمي فاينل. ليه؟ جوماندي اللي هيلعب اللي هيواجه بيتسو موسيماني، جاموندي الأرجنتيني، كان بيدرب حسنية غدير في بداية الموسم. الوداد لعب في ودانه وخده. الوداد غير أربع مدربين السنة دي، يعني جاموندي ده الرابع. انت كان عندهم مدرب صربي في البداية، ثم جابوا ديسابر الفرنسي، فاكر ديسابر اللي كان هنا؟ ولما راح اوغندا قال لك الماتش عندك وداه اوغندا عشان يجيبوا الاهلي. اهو راح اوغندا وما جاش الاهلي، طلع على المغرب. يا اخي حاجة غريبة، الراجل ده مدرب كويس بس ما بيقعدش في حتة. حظوظه وحشة، ما بيقعدش في حتة. يعني حتى هو كان ماشي كويس مع الاسماعيلي ما قعدش. فبقول لكم شوفوا ضوابط الاحتراف. عشان المدرب جاموندي كان موجود في حسنية أغادير، عندهم قرار من الرابطة المحترفة مفيش مدرب يدرب فرقتين في نفس الموسم. احنا خدنا القرار ده السنة الجاية بإذن الله. ففكرة المدربين بتوعنا اللي ممكن يغلط في الشنطة اللي معاه، هي دي شنطة فرقة دي ولا دي، لأنه كل أسبوعين هو في فرقة. ده كلام بينتهك خصوصية النادي. انت بتيجي تدير الفرقة بتطلع على كل أسرارها الفنية، بتشتغل معاهم شهر وتروح سايبهم. ده انت بتجيب لهم لعبتهم وبتجيب اللعيبة. فبالتالي رابطة الأندية المحترفة حكمت على الوداد انه جاموندي المدرب ما يديرش الوداد، فعينوه مشرف على الكورة تحيلا. قال لك ما يقعدش على الدك عم حارس. ما يقعدش على الدك، ما يقعدش على مقعد المدرب. فبقى كمل الدوري كله هو في المدرج. يوم السبت اول مره جاموندي الارجنتيني هيقعد على الدكه، لان المباراه افريقيه، لو كانت في الرابطه المغربيه ما كانش سمحوا له. بس هو ده الانضباط، وهي دي ثمره ان تبقى عندك رابطه محترفه عامله تقريبا مليار ونص عوائد المسابقه. استاذ ابراهيم، لو هو مش مدرب هيسجل ازاي ان هو مدرب في افريقيا؟
لا ما فيش حاجه اسمها لا لا سجل مدير كوره او مشرف على الكوره. ايوه بس من حقه يقعد على الدكه يعني مش هيفرق معاه يعني هم. وانت في الاتحاد الافريقي لا ما بتاخدش تعيينات المدربين من الاتحاد المحلي. تخريجه يعني هي غلط بس عملوا لها تخريجه. فجاموندي بيكشف جديد الوداد واسباب ضياع لقب الدوري. قال مدرب الوداد ان لاعبيه مطالبين بنسيان اخفاق ده في التاكيد بقى على صعوبه مباراه الاهلي. قال لك لاعبتي لازما يثبتوا لجمهورهم انه اخفاقهم في الفوز بالدوري كان نتيجه لسوء الحظ في الوقت الاخير وان هم كسبوا انه البطوله المحليه اتسرقت منهم لانهم فقدوا نقط كتيره اثناء الموسم كان يجب ان هم ما يفقدوهاش. طب انا بس عايز بس الناس اللي فاكره ان دي نقطه سلبيه انه يخسر الدوري قبل ما يلعبك. انا بعتقد ان الدوافع هتبقى مضاعفه لانه وعايز يعوض بقى ويثبت. لا طبعا ده انا كنت الاقدر باللقب. صحيح عايز يعوض. ده هو خسر في الدقيقه 88 كان هو بطل الدوري. في الدقيقه 91 الرجاء جاب جون بقى هو بطل الدوري. فما يعتبرش خسر لكن انا بعتقد ان ده هيبقى حافز مضاعف للوداد. الوداد عنده غيابات ده شيء طبيعي جدا لانه طول فتره البطوله لما امتدت الاهلي فيه لعيبه مشيت منه انتقلت لانديه اخرى وفي ناس مصابه في نفس المشكله عند الوداد. لكنه ابرز الغيابات اللي عنده اللي بيشتكي منها جاموندي الشيخ كوماره اللي هيغيب عن هذه المباراه مع ايوب العملود المصاب بالاضافه الى اللعيبه اللي خرجت من القائمه او اللي انتقلت يمكن كان اشهرهم ايوب الكعبي اللي كان مسجل لكن انتقل للصين ولما رجع كان مسجل في القائمه الافريقيه والمحليه. عموما هنروح مع حضراتكم للدار البيضاء ومعنا من المغرب مفاد قناه الاهلي كريم احمد. كريم مساء الخير اهلا بيك يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه يا باشمهندس عادل كل التحيه ليك وكل التحيه للاستاذ ابراهيم منيسي وتحياتي لكل جمهور ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه والتمرين اخباره ايه وباذن الله يعني طمنا على حاله اللعيبه والاصابات والكلام ده. بالتاكيد طبعا يا باشمهندس عدلي كل التمنيات والتوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. تركيز كبير جدا معنويات مرتفعه كل الامور الحمد لله منذ وصولنا هنا الى كازابلانكا الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومميز وطيب جدا لفريق النادي الاهلي. التدريب الاول كان مميز وكانت جرعه تدريبيه قويه ويمكن الحقيقه عقب انتهاء المران تماما اشاد مستر بيتسو موسيماني المدير الفني بجديه اللاعبين وروحهم الكبيره جدا اللي كانت واضحه في التدريب الاول. النهارده يمكن بشكل عام يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي اليوم كان بادئ صباحا كالعاده بالامور الاعتياديه الخاصه بفريق النادي الاهلي الفطار الصباح وجبه غداء 2:30 لكن الشيء المهم النهارده اكيد طبعا هو عمل المسحه الطبيه وفقا للبروتوكول الخاص طبعا بين وزارتي الصحه هنا في المغرب وايضا كمان الكاف. انت عارف طبعا النهارده البعثه بالكامل 2:30 بتوقيت المغرب اجرت المسحه طبعا تماما لكل لعيبه النادي الاهلي في انتظار ان شاء الله النتيجه. يمكن عندنا معلومه ان ممكن النتيجه تطلع بعد ساعات او غدا صباحا ان شاء الله باذن الله تكون النتيجه كالعاده سلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي والبعثه بالكامل. الامور الحمد لله طيبه جدا لكل اللاعبين تركيز كبيره باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم في فندق الاقامه كل اللعيبه بقى حديث مستمر عن اهميه هذه المباراه. لعيبتنا الحمد لله يمكن التمرين اللي فات ما كانش فيه اي كرامبات ما كانش فيه اي اصابات وده الامر المهم جدا اللي بناكد عليه في كل مره. يعني بعد انتهاء اي تدريب بحاول ان انا طبعا اتكلم مع اللعيبه حد بيشعر بحاجه لان احنا محتاجين مجهود كل لعيبه النادي الاهلي في المباراه ان شاء الله مباراه يوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. يعني في هذه اللحظات كمان نقدر نقول لسه واصلين حالا ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء. ملعب طبعا يبعد ب 30 دقيقه عن فندق الاقامه مع التامين طبعا لكن بدون التأمين. مين الجو مزدحم جدا لان الفتره طبعا يا باشمهندس ابراهيم استاذ عادل في الحظر بتكون صعبه جدا. احنا التوقيت اللي احنا متواجدين فيه في الطريق بيكون خلاص فاضل ساعتين او اقل من ساعتين على ابتداء الحظر. الحظر هنا بيبدا من 10 مساء حتى الخامسه فجرا لكن الحمد لله وصلنا تمام والكلها خلاص دلوقتي استعدادات خاصه بيها للتدريب. تدريب مغلق اعلاميا فيه اهتمام كبير جدا من كل وسائل الاعلام كاميرات كثيره جدا بتكون متواجده بره امام طبعا الملعب. صح اتفضل يا باشمهندس اتفضل. بقول لك يا كريم دلوقتي عايز اعرف الرأي العام والإعلام والأشقاء في المغرب عاملين إيه في اللخبطة دي. ثلاث فرق مصرية تقريبا متواجدة على الساحة الإعلامية على الساحة الفعلية في المغرب. إزاي الدنيا ماشية وحجم الاهتمام بكل فريق عامل إزاي؟ يا
بالتاكيد طبعا يا باشمهندس عدلي، يعني الاهتمام كبير جدا ثلاث فرق طبعا، سواء الزمالك بيراميدز ايضا النادي الاهلي، لكن كالعاده طبعا بقيمه النادي الاهلي الكبيره وايضا كمان بالكتابات الخاصه من المنافسين النادي الوداد، يعني نادي الرجاء بيشيد طبعا بالنادي الاهلي وبيقول ان هو ديربي قوي جدا وبيتكلم بشكل حلو جدا وطيب جدا على النادي الاهلي، ده حق النادي الاهلي طبعا، لكن انت عارف المنافسه هنا قويه جدا بين الرجاء والوداد. على الجانب الاخر ايضا كمان احاديث بتكون بسيطه جدا على نادي بيراميدز، ايضا كمان نادي الزمالك، لكن في اهتمام كبير جدا بالنادي الاهلي. انت عارف طبعا كالنادي الاهلي وجوده هنا في المغرب بقيمته الكبيره، بنشوف بعض الجماهير واحنا ماشيين كده اللي وصلنا للملعب بيشجعونا، طبعا كلها جماهير الرجاء بيشجعوا النادي الاهلي ويقولوا ان شاء الله ان انتوا تنتصروا. الشعب المغربي طبعا شعب طيب يا استاذ ريم انت عارف، لكن قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، اهتمام كبير جدا جدا. وصلنا المطار في اول يوم كان في اكثر من 8 9 قنوات زي ما قلنا، واكثر من 10 مراسلين كانوا متواجدين، في اهتمام كبير اعلامي لفريق النادي الاهلي، لكن الكل ايجابي بقى بالنسبه للوداد، يعني انصار الوداد بيشيدوا طبعا بيهم، ما بيتكلموش على الامور الخاصه بنقاط القوه والضعف في نادي الوداد، بيتكلموا طبعا النادي الاهلي الاصابات عندهم بعض المعلومات، يعني في ناس بتقول كهربا هيبقى موجود، في ناس بتقول الشناوي مش هيلحق المباراه، لكن الحمد لله يعني بطمن بقى جمهور النادي الاهلي تحديدا ان لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه باستثناء محمود عبد المنعم كهربا اللي لسه لم يتم حسم هذا الامر ليه. النهارده شفناه كده يعني امبارح طبعا في التدريب مشي طبعا حوالين الملعب وجري بسيط جدا، لكن ان شاء الله نطمن من طبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي بالكامل على الحاله الخاصه به محمود عبد المنعم كهربا، لكن الكل متواجد. علي معلول كمان رغم وصوله امس يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم خد جرعه تدريبيه كامله، واضح ان الاصرار والجديه على علي يمكن واحد من نجوم النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون موفق جدا في مباراه يوم السبت. جيرالدو كمان وصل مع علي معلول خد جرعه تدريبيه كامله، عشان كده بقول لك كانت في اشاده كبيره جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي تحديدا لعلي معلول وجيرالدو واللعيبه بالكامل على الاداء المميز جدا في الجرعه التدريبيه امس. كريم اتكلمت مع بيتسو موسيماني ولا ما اتكلمتش؟ الحقيقه طبعا يعني نقدر اقول لك هو الراجل يعني ما بيتكلمش خالص بقى مع اللعيبه، مركز جدا بشكل كبير يا استاذ ابراهيم مع لعيبه النادي الاهلي، بس هو كلامه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني على طول، محاضرات على طول، اجتماعات اكيد طبعا، يعني بنلتمس له العذر بشكل كبير جدا، هو مركز مع فريق النادي الاهلي. احنا عامل مساعد يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي طبعا بنساعد لعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل على تركيزها الكبير، لكن ان شاء الله باذن الله احاديثه المكثفه مع الجهاز الفني واللاعبين تكون ليها فايده كبيره وليبقى مردود ان شاء الله باذن الله مع اختيار التشكيله الامثل في مباراه الوداد يوم السبت باذن الله يا استاذ ابراهيم. ارض الملعب عاملة ايه والجو؟ طبعا يعني احنا دلوقتي في ملعب كهرباء، طبعا احنا غدا هنكون في الملعب طبعا مركب محمد الخامس الاستقبال لهذه المباراه، لكن اختيار موفق جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه في ملعب كهرباء، ارضيته جيده جدا، الملعب هادي، يمكن هو في محيط سكني ما فيهوش امور، طبعا انت عارف ممكن يبقى في بعض انصار الوداد ممكن تلاقي حد بيصور هنا حد بياخد لقطه هنا، لكن الحمد لله الامور دي يعني ماشيه بشكل طيب جدا، الملعب جيد، الجو فيه بروده بقى، يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه، الجو فيه بروده في توقيت المباراه، درجه الحراره بتصل ل 15 و16 هنا في المغرب، لكن ده جو طيب جدا لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله المناخ بقى يوم السبت باذن الله يكون في مصلحه اللاعبين، كل الاجواء تكون في مصلحه لعيبه النادي الاهلي. انا عايز بس انوه على نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي، احنا متعودين ان قبل المباراه ب 24 ساعه بيكون في مؤتمر صحفي، تم الغاء المؤتمر الصحفي الخاص بيوم المباراه، انت عارف طبعا بيكون في فتح وسائل الاعلام 15 دقيقه في التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي، لكن اتاكدنا طبعا سواء من محمد ثابت مدير اداره الاعلام في الاتحاد الافريقي وايضا كمان الدكتور عادل الكريم المنسق العام للاتحاد الافريقي وايضا الدكتور شريف ابو العينين كانوا متواجدين النهارده، يمكن رئيس اللجنه الطبيه كانوا متواجدين للاشراف على المسحه الطبيه، يمكن كلمناهم كده على هامش المسحه قالوا لا خلاص يمكن المؤتمر الصحفي اتلغى قبل المباراه وبعد المباراه، احنا عارفين ان بيكون قبل المباراه مؤتمر ثم بعد المباراه مباشره يكون في مؤتمر صحفي، دي نقطة كنا حابين نوضحها ليك يا أستاذ إبراهيم ويا باشمهندس عادل القاية. هل اتلغى لأسباب احترازية؟ بالتاكيد يا استاذ ابراهيم بالتاكيد في اجراءات احترازيه مشدده جدا هنا طبعا في المغرب تحديدا وبتحديدا في هذه المباراه، واكيد بالنسبه طبعا لمباراه الزمالك وبيراميدز هيطبق عليهم نفس هذا الامر، الاجراءات دي يمكن هم عاملين كمان فردين من البعثه الاعلاميه، يعني اللي يكون متواجد في المباراه يوم المباراه مصور وحد يكون بيغطي كصحفي، لكن وجودنا هيبقى صعب في التغطيه الخاصه بهذه المباراه، لكن اجراءات اكيد بنحترمها بشكل كبير لان الحفاظ على سلامه اللاعبين هو ده الامر المهم اللي بيهم اكيد النادي الاهلي، الالغاء كان للاجراءات الاحترازيه فقط يا استاذ ابراهيم. كابتن الخطيب اجتمع باللعيبه ولا لسه؟
يمكن الكابتن الخطيب متواجد طبعا بيتابع اكيد مران فريق النادي الاهلي، جلساته بسيطه جدا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، لكن اكيد الرسائل بتوصل للاعيبه النادي الاهلي. يمكن نتكلم على اللعيبه بشكل بسيط جدا، لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه الحديث عن هذه المباراه، لكن القيمه الكبيره زي ما بنقول وبناكد كل مره في وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، ما الكلام بيوصل للعيبه عن اسعاد جمهور النادي الاهلي وبذل كل الجهد في هذه المباراه، ويتبقى ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى لفريق النادي الاهلي. الامر ده هو اللي بناكد عليه ان شاء الله، لعيبتنا تبذل كل المجهود، وده اللي قاله اكيد الكابتن محمود الخطيب يعمله اللي عليكم والباقي على ربنا ان شاء الله. وثقتنا كبيره في المولى عز وجل باذن الله ان احنا نرجع من كازابلانكا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله تساعدنا في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله. انا عايز منك حاجه بقى، ايه على المستوى الشخصي، عايزك تسال لي يعني ايه كهرماء كاليفورنيا البيضه، وتبقى تجاوب علينا بعدين الا اذا كنت عارف دلوقتي. لا نسال يا باشمهندس عادل، نسال على هذا الامر ونجاوب معاك ان شاء الله، وممكن في خلال لحظات كمان يبقى معانا بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ نحاول نتكلم معاه فنيا بقى على الاستعدادات الخاصه، لكن وعد مني ان شاء الله اسالك على هذا الامر يا استاذ ابراهيم. استاذ باشمهندس عادل، العلاقه مع الوداد عامله ازاي؟ هل مسؤول الوداد ظهروا في فندق الاهلي بعد الاستقبال؟ الحقيقه يعني اقدر اقول لك ان هو بس يعني يوم الوصول شفنا طبعا المندوبين طبعا وفروا طبعا الباصات الخاصه بيه لعيبه النادي الاهلي، لكن ما فيش تواجد في فندق الاقامه، يمكن في تحذيرات كبيره جدا ما يبقاش في اي حد متواجد، لكن كنا بنتمنى طبعا ان يكون في متواجدين الوداد المغربي تابعوا للنادي الاهلي يشوفوا اي امور خاصه بيهم، لكن بنشوف مندوب يوم او يوم، لكن ما باكد لك ان مش كل يوم بنشوف الامور دي، يعني في اهتمام اكيد طبعا للنادي الاهلي لكن بشكل مستمر، يعني اكيد طبعا كل الاحترام ليهم لكن بشكل مستمر، في اكيد في سؤال على بعثه النادي الاهلي لاي متطلبات، لكن متواجدين معانا يعني فريق الوداد والمندوبين لفريق الوداد متواجدين معانا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. والسفاره طبعا مؤكد قايمه بدورها الكامل. بالتاكيد طبعا، يعني سواء السفير اشرف ابراهيم هو لسه ما وصلش، هيوصل بكره ان شاء الله باذن الله، لكن القنصل عمر منيب كان متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في استقبال فريق النادي الاهلي في المطار، متواجد معانا في فندق الاقامه، حضر تدريب الامس ويكون متواجد ايضا النهارده. كل يمكن المسؤولين عن سفاره مصر هنا في المغرب يقوموا بدور كبير جدا لتوفير كل الامور الخاصه به فريق النادي الاهلي، الانتقالات ايضا كمان التامين بياكدوا عليه بشكل كبير جدا، واكدوا على يوم المباراه ان شاء الله باذن الله ان التامين يكون جيد جدا يوم المباراه، وده الامر المهم جدا اكيد يا باشمهندس علي ابراهيم. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه السبت باذن الله، نكون منصورين ان شاء الله باذن الله. لسه في اجواء الدار البيضاء ما حدش عرف اي معلومه عن الحكام. كريم الظاهر الخط، شكرا جزيلا لكريم، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بكريم، هنعاود الاتصال به تاني ان شاء الله. باشمهندس واضح ان الاجواء كلها على ما يرام، يعني طبعا هو يعني ما فيش مشاكل، يعني اللي تقدر تلخص الليله ما فيش مشاكل. الجو كويس، ميزه كمان انك تلعب المباراه خارج الاولى خارج ارضك، ان الفريق بيبقى حريص عشان يتلقى نفس المعامله، فاعتقد ان الماتشات هتتلعب. الله يكون في عون السفاره، طب تساله دور السفاره هو ده ثلاث بعثات مش ممكن، يعني الله يكون في عونهم هيلعبوا على ثلاث اجنبي، والله يكون في عون الاعلام هناك الدنيا كده. ما انا بقول لك انا متخيل الناس وهي عايزه تعمل التوازن في الاهتمام. صحيح. يعني هنشوف جانب من تفاعل حضراتكم ورسائلكم للاعيبه الاهلي وهي موجوده في المغرب عبر ملك وكتابه من خلال صفحه النادي او صفحه قناه الاهلي على تويتر، ونطلع لفاصل او في على صفحه الفيسبوك، هنشوف ونقطع على الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل.
بحضراتكم من جديد. شفنا مع بعض احوال بعثه الاهلي في الدار البيضاء، حاله التركيز الشديده، الحمد لله كل اللعيبه بحاله جيده جدا، الحاله المعنويه يا باشمهندس تبدو مطمئنه والحمد لله. النواحي الفنيه موسيماني بيدرس كل اموره بدقه واهتمام. نرجو باذن الله. تاني هقول لك انا لا يعنيني الا الملعب يوم السبت. المقدمات تشي بالنتائج، فان شاء الله يوم السبت تكون النتائج طيبه باذن الله. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم كلام كتير بعضمة لسانه. بعضمة لسانه والنجم التاريخي للوداد يشجع الأهلي، صديقك العزيز وصديقنا وضيفنا في أكتر من مناسبة، العزيز بودربالة. هو عزيز جدا. بودربالة الحقيقة واحد من نجوم الكرة المغربية الأفزاز، وبالمناسبة هو كان واحد من نجوم الوداد الكبار قبل ما ينتقل لتجربة احترافية. عزيز بودربالة وهو واحد من عاشقي مصر والفن المصري، وياما أمتعنا بالعود والأهلي في الأغادير في كأس العالم للأندية لو تفتكروا، استضفناه في ملك وكتابة أكتر من مرة، ولما حل ضيف على القاهرة في كأس الأمم الأفريقية كان شرفنا أيضا في إحدى الحلقات، وواحد من الناس اللي احنا بنعتز بصداقتها وبقيمتها الكبيرة. عزيز بودربالة سئل: أنت أهلاوي وأنت وداداوي وتعشق اللون الأحمر، قلبك مع مين يوم السبت؟ نشوف عزيز بودربالة لإم بي سي قلبه راح فين. طيب طب افترض يعني هنفرض كده وده كورة إن الأهلي والزمالك وصلوا للنهائي، أنت تتوقع مين فيهم اللي يفوز بالبطولة؟ سؤال شوية محرج بالنسبة لي، لأنه عندي عدد الأصدقاء من طبيعي الحال من لاعبين كبار يعني أهل من الأهلي، وعندي عدد كبير من أصدقائي لعبوا في الزمالك. أنا من زمان علاقة أخوة بمحمود الخطيب. أيوه. وتربطني كذلك علاقة بعدد كبير من لاعبي الزمالك، لكن ما دمت أشجع الأحمر في المغرب فأشجع الأحمر في مصر أيضا. بتشجع الأهلي يعني؟ شجع الأحمر في مصر. أيوة خلاص واضحة واضحة. ما هو يعني الأهلي بيقول له الأهلي بيقول له بشجع الأحمر في مصر، قال له بشجع الأحمر في المغرب فلازم أن أشجع الأهلي الأحمر في مصر. إن شاء الله الأحمر الأهلاوي يكسب. لكن بمناسبة وجود الوداد طرف في المباراة، فكر الناس يا باشمهندس باللي كان حصل في المباراة المتوترة بين الترجي والوداد. فاكر الفاينل بتاع السنة اللي فاتت؟ وليه مخوفاني الصور مؤسسة. صحيح. سعيد النصر. تأثير المباراة دي على مباراة الأهلي والزمالك، الأهلي والوداد، أرجو إنها ما تكونش موجودة. هاجس التحكيم المخيف، لأنه وقتها رئيس النادي الوداد سعيد الناصري قال كلام مهم جدا دلوقتي يبقى خطير قوي، نفكركم بيه. بغيت نشوفها معك سيدي انك كثر القيل والقال والتواجد معنا ديالك اليوم باش يوضح العديد من النقاط. واش يعني صحيح ان كانت هناك مساومه بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصله المباراه مقابل ربما باستثناء كله بدون استثناء كلهم يطالبون كملكم كملوا الماتش معنا خلينا نديو هاد الكاس العام والعام الجاي ديالكم. العام الجاي ما كاين مشكل، العام الجاي ديالكم كاين. العام الجاي بقينا في الحيط، حنا ما كناش كنتفوق. هو يتحدث على انهم كانوا بيحاولوا يستردوه مسؤولين كبار في الاتحاد الافريقي وبيساوموه يعني طب فوتها عد دي واللي جايه ليك الجايات اكتر ربنا يستر. قال لك تمت مساومتي على البطوله القادمه بس النظام نلم الموضوع دلوقتي. احنا كل اللي نتمناه مباراه تعكس قيمه الفير بلاي في كل عناصرها بما واولها التحكيم. الفير بلاي، والفير بلاي دي كلمه مهمه جدا، وعشان اقول لكم النادي الاهلي لما يتكلم على اللعب النظيف ولما يتكلم على الروح الرياضيه لا بيقول افتكاسه جديده ولا بيخترع ولا بيدعي. حتى لما الفريق ينفذ ده في مباراة بيراميدز خلى الناس تذكرت إذا كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بالمناسبة هو أول لاعب نفذ فكرة إعادة الكرة للمنافس لما يطلع الكرة عشان عنده إصابة. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كشكل من أشكال الروح الرياضية واحترام المنافس واللعب النظيف يوم 29/12/85
29/12/85. الأهلي بيلعب مع الزمالك المباراة اللي انتهت 2-2. نفكركم باللقطة، الأهلي كانت اتقدم بزكريا نصف والخطيب وتعادل محمد حلمي وطارق يحيى. بس في هذه المباراة في ديسمبر 85 مارس نجم النادي الأهلي وقتها ورئيس النادي الأهلي حاليا اللعب النظيف والروح الرياضية في لقطة كانت رائدة وغير مسبوقة. لأشرف قاسم، أشرف طلعها بره الملعب، عادل مأمور واقع في الأرض بيتألم، إن شاء الله يكون ألم خفيف ويزول ويبقى أول ميدالية ذهبية فازت عليها مصر كانت للمرحوم البطل الأولمبي إبراهيم مصطفى في المصارعة. الميدالية الثانية كانت أيضا في نفس الدورة، دورة 1928، البطل الأولمبي المرحوم السيد نصير. توالت الميداليات الذهبية والفضية البرونزية لأبطال مصر. نتمنى أن تكون دورة سيول 88 هي البداية لعودة هذه الأمجاد مرة أخرى، خصوصا أن فريقنا في المصارعة فاز ببطولة إفريقيا المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة اللي أقيمت في المغرب في الأسبوع الماضي، والحمد لله نتائج مصارعينا كانت خير بلسم. يعني ناس كتير هتقول ما دي لقطة، ما كل الناس بتعمل كده دلوقتي. آه دلوقتي، بس وقتها سنة 85 ما حدش كان يعرف التقليد ده، ما كانش حد يعرفه. آه فهي كانت بداية لسلوك. أنت عايز رأيي؟ أنا الأوان بعد استخدام كثير من الفرق الإصابة أو ادعاء الإصابة في تضييع الوقت، إني نعتمد على صفارة الحكم فقط. طالما الحكم ما صفرش يبقى مش دوري ان انا اطلع الكره بره بصراحه. يعني لان الموضوع كان زمان ما حدش واخد باله انه بيضيع وقت وما بيضيعش وقت. بس هو التعديل ان هو حتى لو وقع ما دام اتعالج يرجع يخرج بره ويسمح له. ايوه مش في حكم. اه دي مسؤوليه الحكم. يعني ايه لعيب يقع وما يصفرش الا اذا كان متاكد هو او حاسس ان اللاعب ده من اللعيب برضو الحكم مش هيقدر يحس. يبقى انت دورك انت كمنافس انك انت يعني تساعد على تضييع الوقت. يعني انا بتكلم في لما تكون مباراه متكرره في ظاهره السقوط السقوط السقوط، ما ينفعش كل واحد يسقط اروح مديله الكوره. في حكم بقى المفروض يقول احنا عايزين الروح الرياضيه انك ما تسقطش الا اذا كنت متعور. مش ان انا الروح الرياضيه بس ان انا ادي لك الكوره. لو انت متعور الحكم خلاص هيصفر لك. يعني وفي فار وفي حكم، يعني وسائل التحكيم فيها مساعدة جامدة جدا انها تقدر تظبط الأداء التحكيمي. ولكن كل شيء برضو مرهون بالإرادة البشرية، اللي عايز يعمل الصح هيعمله. طيب مين الأقرب للتسجيل في مباراة السبت؟ الكفة رايحة فين؟ لو سألت أي حد أهلاوي طبيعي جدا هيبقى مطمن جدا إن شاء الله إن الأهلي الأقرب وإن موسيماني الأقدر. بس هل نجوم الزمالك عندهم هذا الإحساس، هذا الرأي ولا لا؟ واحد من نجوم دفاعات الزمالك الكبار بشير التبعي الرأي. مين اللي طريقته تخليك تقول إنه هو هيجيب جون في المغرب، الأهلي ولا الزمالك؟ لا الأهلي. الأهلي أوه. مع موسيماني. اه رأيك إيه في موسيماني؟ بص أنسب قرار خده النادي الأهلي هو إن جاب الراجل ده. لا والله. تقول لي ليه؟ اقول لك لان هو جاب بص يعني ايه الراجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. راجل بقى له فتره كبيره موجود في افريقيا، حلو قوي، شايف الفرق دي كلها، عارف النادي الاهلي كويس، عارف الرجاء، عارف الزمالك، شايف. ما جابش حد من بره خالص لسه جاي يبص وجاي يتعرف على الناس. لا ده راجل يعني اعتبره مدرب مصر عايش بس ايه شخصيته قويه. فده كان انسب قرار النادي الاهلي جابوه الراجل ده. يعني التفكير مش سهل يعني بتاع النادي الاهلي. انا اتفق معاك بنسبه 100%. يعني كابتن بشير يعني بيقولها يعني من باب يعني ماشي كويس كويس. كل دي اراء ممكن تؤدي الى انك يعني تهدئه في اتجاه انك انت يعني تبقى يعني واخد خطوه كده وحيادية مطلوبة في الوقت ده. طب وإبراهيم سعيد رأيه المثير إيه؟ مباراة بيراميدز، ودي حلو إن احنا نتطرق في النقطة دي، بان إن هو مدرب.
وانا الحمد لله من ضمن الناس اللي كان ناس جوه النادي في الاهلي هاجموه وازاي ومش ازاي. الحمد لله اول واحد قلت ان المدرب ده مدرب كويس. انا بحترم والله انا بحترم المدرب اللي هو مدرب كوره. مباراه امبارح موسيماني ادارها بشكل كويس، بيلعب قصاد فرقه قويه اسماء تقيله عندهم خبرات. طرد منه واحد، اتطرد منه واحد في بدايه المباراه، ضيع ضربه جزاء، ضيع ضربه جزاء قدر يوقف اللعيبه. اصابه كهربا امبارح، اصابه ايا كان، بص الظروف كلها كانت ضده. تعرف ان فاروق ان المدرب بيبان في في المواقف دي طبعا. اي مدرب بيتلخبطوا بيتعرفوش يعملوا ايه ده، ولا ممكن يجيب الباك يمين في الباك شمال، ممكن تاريخه كبير خلي بالك. اه هو غصب عنه بيجي له حاله توتر، ده معناه ان هو مدرب ليه تقل، تقيل، بيعرف يفكر كويس، بيعرف ياخد القرار. قدر ان هو امبارح لحد المباراه ما خلصت فريق النادي الاهلي بيقدم مباراه كانهم 11 لعيبه ما نقصوش واحد. عارف في فتره قليله قدر ان هو يلم المقاومات الاساسيه عنده في الفرقه. تمام، ودي بدايه مبشره كويسه. موسيماني من خلال ماتش امبارح لا باين امبارح بصراحه. أوكي. يعني حاجه تحترم، وانا يعني انا بدعم المدربين اللي بالشكل ده، بحبهم جدا بصراحه، لان بيتحط في مواقف صعب فقدر ان هو يخرج منه، وقدر ان هو يخرج منه وسط فريق كمان. انت بتتكلم فريق بيراميدز من الفرق القويه جدا ومن الفرق الثقيله، وفي منافسه ما بينه وبين النادي الاهلي يعني. فطبعا ان هو يخرج بالتعادل فهو مكسب، وادى ثقه برضو للجماهير، وادى ثقه للعيبه قبل ما يسافروا على قبل ما يسافروا. فده في الاول والاخر بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، لان داخل على مباراه صعبه جدا قصاد الوداد، خصوصا كمان ان هو لسه خسران الدوري المغربي. فده خد بالك هيبقى يعني هيبقى عارف الوداد هيبقى قصاده بس الحصول على بطوله افريقيا، عشان خاطر لان جماهير النادي الوداد السنه اللي فاتت هو كمان خسرها في النهائي، فهو عنده دلوقتي يعني عارف الدافع هيبقى اقوى من الاهلي. فلو الاهلي ما عندوش نفس الدافع وازيد هيبقى الموضوع صعب عليه. طيب. بس الى حد ما مباراه امبارح كان ليها يعني جزء معنوي للعيبه، وجزء بشكل كبير جدا ان هو اللي يقدر يدير المباراه في الفتره اللي جايه قصاد الوداد ان شاء الله. طيب شوف انا يعني قلت لك ان انا وانا بتابع الاداء الاعلامي والتحليلي بتاع كابتن ابراهيم شايف ان في تطور في شخصيته، اراؤه بتبقى الى حد كبير اراء موضوعيه. فقط انصحه من يعني واحد اذا كان يعني يصدقني، ابعد عن شخصنه الامور احيانا، دي اللي بتاخدك ساعات في منطقه ما بتبقاش انت يعني موفق فيها شويه. ما تشخصنش حاجه، ما تخليش حد يجرك انك انت تشخص الامور، لانك عندك القدره انك تبقى محلل موزون وموضوعي جدا. طيب ابراهيم سعيد رايه انه الوداد ده جانب من تدريب الاهلي حاليا، حاليا يمكن ابراهيم سعيد رايه انه الدوافع ربما تكون عند الوداد اقوى باعتباره انه خسران الدوري، فلاعيبته عندها الدوافع، ربما تكون الاهلي عنده نفس الدوافع، عنده بحث قوي عن البطوله. ما دوافع الاهلي دي مش عايزه مناقشه. آه. الاهلي خلاص فيض او زي ما قلت ايه جايب اخره. انا الاوان. واخد بالك. لكن هي مش بدوافع بس. هي في عوامل كتيره جدا ربما تبقاش كلها في ايدك. دوافع جزء من التجهيز النفسي، جزء في اللي هو في ايدك. يعني اللي في ايدك ايه؟ ارادتك ودوافعك، وانك تكون جد جدا وتكون منضبط جدا وتكون مركز جدا. ده اللي في ايدك، لكن اللي مش في ايدك التوفيق، التحكيم، حاجات تانية. فعنصر الجمهور خلاص هنا وهناك هيبقى محايد. فاصبح كل اللي بنطلبه، انا متاكد ان الاهلي مش محتاج حد يتكلمه في الدوافع، ولكن محتاج ان احنا نروح الدار البيضاء تاني نروح الدار البيضاء، ومعنا موفد قناه الاهلي الزميل كريم احمد، ونشوف معاه مين. كريم اتفضل. بجد تحليلك سوريين، بجد تحليل الباشمهندس عادل القيعي. قبل بقى ما نتكلم على الضيف اللي معانا، طبعا الباشمهندس عادل كان بيسال سؤال على الملعب، ملعب كهرماء اتسمى ليه؟ يمكن اقدر اقول لك ملعب كهرماء دي شركه اجنبيه يمكن متخصصه في الماء والكهرباء، فالاسم بقى جه من الماء والكهرباء باشمهندس عادل. اروح بقى سريعا بقى ليه الدكتور محمد شوقي، طبعا رئيس اللجنه الطبيه اللي بنكون سعداء اكيد يكون معانا متواجد على شاشه قناه النادي الاهلي. تحيات طبعا باشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي وكل جمهور النادي الاهلي مستمع ليك بقى بشكل كبير يا دكتور محمد. اهلا عادل بيه. اهلا استاذ ابراهيم، ازي حضراتكم؟
البدايه طبعا الاجراءات الاحترازيه امر مهم جدا، ويمكن حضرتك يمكن كابتن محمود الخطيب وحضرتك بتشددوا بشكل كبير، احنا جايين بهدف وهو هدف اكيد الفوز او اكيد ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه، لكن الاجراءات والامور الخاصه دي امر مهم جدا يا دكتور محمد، حابين نتكلم عليها. حطنا في الاجواء من اول يوم وصلنا هنا حتى هذا اليوم يا دكتور. يعني لو تسمح لي انا هرجع من قبل اليوم اللي احنا وصلنا فيه. احنا من ساعه ما رجعت الانشطه للانديه كابتن محمود كان لي توجيهات ان احنا ناخد كل الاجراءات الاحترازيه بصوره دقيقه جدا جدا، ويوم ما ابتدت عوده الانشطه للانديه الرياضيه كابتن محمود طلبني ومر على الثلاث فروع، وابتدينا باكتوبر مرورا بمقر النادي في يعني فرع اكتوبر، بعدين مرورا بمقر النادي في الجزيره، وبعدين مدينه نصر. كان يوم كامل اليوم ده تخلله ان احنا مرينا مع كابتن محمود على جهاز الكرة كاملا بكل غرفه بكل الفاسيلتيز اللي موجوده فيه، ودققنا جدا جدا يوميها، وكان ليه ملاحظات وكان لينا ملاحظات وعملنا. الحقيقه من اليوم ده سواء داخل الثلاث فروع يعني سواء الفرعين والمقر او في جهاز الكرة الامور ماشيه من افضل الى افضل، مش زي ما احنا ابتدينا بيها في اول يوم. لازم اقول برضو الحقيقه ان لما جيت هنا كابتن محمود كان مصر ان انا اكون موجود للاشراف وعشان الحاله العامه في العالم كله. يعني الحقيقه يعني ما اقدرش يعني شرف لا ادعي، انا واجهت جهاز الكره كله كابتن سيد والدكتور خالد ومساعدين كتير بيقوموا باجراءات انا شايفها حتى زياده، لدرجة ان هم بيوصلوا معانا قبلينا الملعب قبل اللاعبين الملعب يعقموا حاجات ما كانتش تيجي على البال، بيعقموا كل الادوات، بيعقموا الكور، لان الكور دي اللعيبه هتلمسها سواء بايديها او براسها، او بيعقموا قوائم المرمى والعرضه. يعني الحقيقه انا ما اقدرش الا اني انا يعني اشيد بجهاز الكره كاملا وبالذات الجهاز الطبي اللي بداخله. نقطة كمان مهمة جدا دكتور محمد، ويمكن لسه عاملين المسحة الطبية الساعة 2:30 النهاردة، حابين طبعا نتكلم عليها توقيتها ايه، لان احنا لسه هنرجع كمان القاهرة، فحطينا كده في الاجواء المسحة دي هترجعنا ولا لسه هنعمل مسحة تاني؟ شوف حضرتك المتفق عليه قبل ما نيجي اللي بلغنا بيه ان احنا كنا هنعمل مسحتين، مسحة عند الوصول ومسحة لدخول الملعب. طبعا لدخول الملعب كانت هتكفي للسفر تاني يوم. من حظنا الحمد لله انه احنا لما وصلنا محدش كلمنا او اتفق على موعد غير امبارح بالليل، اتفق معنا النهارده وقالوا لنا نحدد الموعد، فكان الاتفاق على موعد 2:30 الظهر اللي هو بعد غدا اللاعبين. من حسن الحظ ان الحمد لله المسحه دي ان شاء الله هتكفي لدخول المباراه، هتبقى يعني الوقت يكفي ان احنا ان شاء الله نرجع بيها القاهره باذن الله، لان هتبقى ما في وذن المده المقبوله او المسموح بيها في سلطات المطار المصري. مباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، بتمنى التوفيق لعبتك لعبتك كبير جدا، شايفين جديه واصرار وعزيمه والكل عنده هدف، يعني اسعاد جمهور النادي الاهلي ده هدف كبير لكل اللعيبه والمجلس الاداره. يعني كلمني على الحاله، لمس ايه في الفندق، لمس ايه من عيون اللعيبه دكتور محمد؟ لمس كالمعتاد هو النادي الاهلي، التزام من كل الافراد، جهاز فني، لاعبين، منتهى الادب ومنتهى الالتزام، مواعيد. انا طبعا ما بكلمش عمري في فنيات لان مش متخصص، لكن انا بحب ابص للنادي الاهلي دايما كمشجع، لان انا في الاول وفي الاخر مشجع للنادي ومحب للنادي. هم دول لعيبة النادي الأهلي، هو ده إطار النادي الأهلي اللي كلنا بنمشي جواه، ما نقدرش نخرج عنه أو ما نقبلش نخرج عنه. الجهاز الفني جهاز ملتزم وهادئ ومع اللاعبين طول الوقت، كل المساعدين والعوامل المساعدة الحقيقة في إطار طيب جدا. نتمنى كل الخير للنادي الأهلي كما اعتدنا إن شاء الله، ويفرحنا الأهلي كما عودنا أنه يفرحنا. أنا اللي شاكر وسلامي للجميع، تحياتي. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا لرئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الدكتور محمد شوقي، وإن شاء الله بقى بإذن الله بعد دعواتك يا باشمهندس عادلي، دعواتك أستاذ ريم منيسي، نرجع إن شاء الله من هنا بنتيجة إيجابية تساعد فريق النادي الأهلي في مباراة العودة. لو في استفسار يا باشمهندس أستاذ ريم، أنا شاكرين ليك يا كريم جدا، تحياتنا إلى الجميع، كابتن خطيب والفريق وكل الأمنيات الطيبة. شكرا لك. شكرا للزميل كريم احمد، واضح ان الامر الصحي كله الحمد لله مطمئن، مش بتاخد بالاسباب. شوف اعمل اللي عليك وخد بالاسباب. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف كمان بعض متلسان. اهلا بحضراتكم من جديد.
شفنا الهاجس الطبي وطمنا عليه وعلى حالة اللعيبة على كل الإجراءات الاحترازية من خلال الدكتور محمد شوقي، لكن كلام ميدو يبقى الهاجس بتاع تحكيمي. التحكيم مش الهاجس اللي حتى نور وأشار إليه رئيس نادي الوداد في حديثه بعد ماتش الترجي. طب نشوف أحمد حسام ميدو وهو بيسجل انطباعه أيضا عن حالة القلق اللي ممكن تبقى موجودة. قلقان جدا ان ممكن يكون في حاله موجوده داخل الاتحاد الافريقي لتعويض الوداد، بالذات ان هم عن بطوله الموسم الماضي طبعا، والمشكله الكبيره اللي حصلت ما بين الوداد والترجي وما بين الاتحاد الافريقي وما بين الوداد المغربي. اتمنى ان ما يكونش في محاوله تعويض عن بطوله الموسم الماضي خاصه للوداد. طبعا الوداد هيكون في طرف مباراة للنادي الأهلي، النادي الأهلي لازم بالذات لازم ياخدوا بالهم جدا جدا من الأداء التحكيمي. لازم النادي الأهلي يحاول يحط ضغوط كبيرة على الاتحاد الأفريقي ان يبقى فيه مراقبة ومراقبة كبيرة جدا على أداء الحكم في مباراة الوداد والأهلي، لان انا بقول لكم ان شعوري ممكن اكون غلط، لكن عندي شعور كبير جدا ان في محاولة لتعويض الوداد بالذات نادي الوداد عن الكارثة اللي حصلت معاهم برضو الموسم الماضي. الوداد اتظلم بشكل كبير جدا امام الترجي في الموسم الماضي في مباراته امام الترجي في النهائي. تاني بقول لكم الكلام ده لان في حاجات انا ما عنديش معلومات، لكن في حاجات ببقى حاسسها ان ممكن يبقى فيه ترتيب معين ان الوداد السنه دي يتم تعويضه عن البطوله اللي خسرها في الموسم الماضي. طبعا الناس في المغرب ممكن تهاجمني، تطلع تهاجم ميدو ان الكلام ده ما بيحصلش بتاع، لا الكلام ده في الكره الافريقيه بيحصل، والكلام ده في الكره الافريقيه شفناه، وفي حكام اتمسكت في تاريخ الكره الافريقيه بفساد كبير جدا، والاتحاد الافريقي هو اللي عاقبهم، والاتحاد الدولي هو اللي عاقبهم. شوف ميدو، انا قلت لك لما عرضنا الفيديو بتاع رئيس نادي الوداد السنه اللي فاتت او الموسم الماضي، مع قلت لك انا مخاوفي، اتفق معايا ميدو من هذه المخاوف، ليس لها علاقه بالعلاقات الطيبه اللي بيننا وبين الاشقاء المغاربه، هم عايزين مصلحة فرقتهم واحنا برضو بنحاول نحافظ على مصالحنا. ما العلاقة كويسة بين الوداد والترجي. ومع هذا حصل بشكل تحكيم. واحنا والترجي يعني، انما في المنافسة بتبقى هناك علامات استفهام نتيجة مواقف بتقول لك بتخلع عندك هاجس. اتفق مع ميدو في هذا، وانا اناشد الاتحاد الافريقي الا يحدث الا الفير بلاي، وان الحكم ملوش دعوه باي حاجه غير انه يدي لكل ذي حق حقه باذن الله وخلاص، هي كده. لان الحقيقه الامور احنا 4-5 سنين دلوقتي بيتعمل فينا هذه التصرفات. للاسف ده حصل 5-6 ألقاب للاهلي ضاعت بسبب حكام، منهم اللي راح السجن ومنهم اللي راح فدايه ومنهم اللي اتشطب، وبقيت كل هذه الشواهد ماثله وحاضره على ما تردت إليه الكرة الأفريقية في سنوات بعيدة. هل فعلا الكاف عنده استعداد أنه فعلا يتطهر من كل آثام الماضي ويبدأ فعلا يدي كل ذي حق حقه؟ نتمنى فقط أن تسود العدالة في كل الملاعب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل قصة لاعب عربي آخر أحب الأهلي بصدق. اهلا بحضراتكم من جديد. باشمهندس، لاول مره نهائي او نصف نهائي دوري ابطال افريقيا مكمم، الكوره بالكمامه، هاجس طبي وصحي فارض نفسه بالطبع، اجراءات احترازيه. انت خدت بالك ان كريم قال الساعه 10 حظر تجول؟ هو المغرب عندها حالات اكتر مننا. المغرب ما زالت تحت ظروف مقيده. احنا تخلصنا من هذا الامر وربنا عديه على خير بإذن الله. لكن الـ وانت بتقول مكمم، لكن هو التأثير الأكبر كان على حساب مين؟
الحضور الجماهيري وتأثير الفني للحضور الجماهيري. أيه. والمدهش والعجيب انك انت والمغرب الاكثر تنافسية في الحضور الجماهيري. صحيح. وبنشوف ان كل الاستفتاءات نادي الرجاء ونادي الوداد والاهلي والزمالك على الـ على الـ الاستفتاءات العالميه ازاي المنافسه بتبقى عامله ازاي. بالنسبه للمشجعين الدخلات فمؤكد ان لولا كورونا كنا هنشوف يعني سيمي فاينل ساخن جدا جدا غريب ربما يكون اقوى من اي فاينل. طب علي معلول النجم العربي عاشق الاهلي اللي انتقل من تونس بعد ما خلص مباراة المنتخب ليعزز بعثة الأهلي في المغرب، تتوقع أن له دور حيوي مهم في المباراة؟ ما قال لك أنه أدى بقوة التمرين بقوة. إذا كان علي معلول هيكون سليم وجاهز على سليم هو جاي من مع المنتخب. ما أنا بقول لك سليم وجاهز، أنا بتكلم على الجاهزية كمان. إلا إذا كان بقى هو في أسباب تكتيكية هيحاول أنه يخبيه وبعدين يدفع بيه في أوقات حرجة أو يعني شوف. دعنا نترك الامر الفني الموسيماني فاجئنا، ها هو مفاجاته لحد دلوقتي طيبه. فارجو انه يكمل هذه المفاجات اللي تخلينا نشوف الاهلي كما نتمناه والنتيجه كما نبغاها. طيب تابعنا مع حضراتكم كل ما ورد بعظمه لسانه وداهمنا الوقت فلا يبقى غير أسرار الملك بوجا النسر العاشق نجم عربي كبير أنيس بوجلبان. التونسي عاشق الأهلي، قصة انضمامه رغم الإغراءات اللي عرضت عليه. نشوف هذا الفيديو ونشوف كواليس الصفقة عند المهندس عادل. كان ما عندكش مشكلة ان انت تروح تلعب في الزمالك؟ والله كان الأمانة كان مخوفين من الزمالك، يعني ممكن الفرق انه النادي الأهلي تسمع اسم النادي الأهلي يجيك الطمأنينة. ليه تخاف من الزمالك؟ فريق كبير تخاف منه؟ لا مش خايف من الزمالك. أمال إيه؟ يعني ظروف يعني ظروف نادي الزمالك يعني ما كانش فيه استقرار في نادي الزمالك. عكس النادي الاهلي اللي يعني قلت لك في اربع ايام خلاص باشمهندس عادل القيعي بعث العقد، مضيت فيه وانا في صفاقس، رجعت وقال لي مبروك انضميت للاهلي يعني على طول. فالعمليه كانت سهله جدا، حتى المفاوضات كانت سهله في يوم. انت ارتحت؟ طبعا. يعني انت كان رغبتك كأنيس تلعب في الاهلي ولا الزمالك؟ انا الامان الاهلي. الاهلي، لان كان في الوقت ده كان في وسام العبدي، كان في يامن بن زكري على ما اعتقد في نفس توقيتك كانوا موجودين في نادي الزمالك. ووقتها يعني ممكن خلاص انا خرج الخبر انه انضميت لنادي الاهلي. كلمني واحد من الملفين قال لي نادي الزمالك مستعد يزيدك على العقد هذا 100,000 دولار. وسام تلاقيها وسام وقتها وسام لسه جديد. يبقى يامن يامن بن زكري عادي، ما موضوع خلص خلاص. موضوع خلص. يامن بن زكري وقتها طبعا. وقتها كنت انت مضيت خلاص؟ لا، وبعد طلع الفيلم يعني لاختطاف ابو بوجلبان وفي الصحافه فكانت العمليه فيها لا، ما وقتها انا خلاص يعني حتى لو 1,000,000 دولار زيد وقتها خلاص يعني قررت. هذا كان كام؟ نعم كان كام؟ كان مش فلوس مع الاهلي وقتها كانوا كويس يعني كويس. مش كيما الاهلي بتاع وقت لكن مش زي دلوقتي، لكن كويس جدا في الوقت هذاك. وقت الدولار عنده يعني قيمه كبيره في تونس. طيب نتيجه الوقت الواحد بيحب كان يحكي تفاصيل كتير، لكن هقول لك حاجتين تدعم القصه بتاعت انيس انه فضل الاهلي وضحى بفلوس. انا كنت في لجنه الكوره، مانو جوسيه بيتكلم وبعدين جاب سيره انيس بوجلبان، قلت له انت عايزه؟ قال لي تعرف اللجنه، قالت اوكي، واحنا في اللجنه هم اتنين اللي خلصوا واحنا في اللجنه، انيس بوجلبان والكابتن احمد فتحي. فرحت عامل مكالمه لانيس بوجلبان، كنت جبت نمرته، يا كابتن انيس انا فلان الفلاني، انا في لجنه الكوره بناخد القرار دلوقتي، تحب تلعب في الاهلي؟ قال لي طبعا. قلت له خلاص ده قرار؟ قال لي طبعا. قلت له خلاص هنقطع لك التذكره هنبعتها لك هتيجي مصر. لما وصل مصر في المطار لقيت ان في ثلاث اربع اشخاص احنا ماشيين ورايحين على فندق الاقامه في فندق ام كلثوم في ابو الفده، وهم ورانا، طلعوا ورانا ومعاهم حد يعرف انيس، دخل اوضته انا عايز اخلص، دخلوا قاعدين بقى. وبعدين مين تحديدا؟
لا ما اعرفهمش. آه. فيهم حد يعني يعرف انيس بس اتنين تانيين انا ما اعرفهمش. لكن واضح ان هم كانوا جايين من نادي منافس بيكلموه كل ما بطلع العود بتاع يوم يبصوا الانيس ويفتحوا موضوع تاني. الاذان الفجر اذن. اوه اه قلت له بص يا كابتن انيس صوت عالي بقى انا هصلي الفجر مش عايز مخلوق في الاوضه دي غير انا وانت. اذا كنا عايزين نخلص هخلص صلاه الفجر مش عايز مخلوق في الاوضه دي غير انا وانت. وهحط لك العقود بعد خمس دقائق همشي. فضحك خلصت صلاه الفجر استاذن الناس كلها طلعت له العقود راح ماضي من غير ولا كلمه الراجل. ولا كلمه. لانه قال لو كان عرضوا عليا مليون دولار زياده برضه كنت هختار الاهلي. في سنتين ونص هنسبوا جلبان سبع بطولات مع النادي الاهلي. هذا النسر العاشق يعيشك يا انيس. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب خد وهات وهات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة موت ما تخافش على